بسم الله، ازيكم يا شباب؟ المرة اللي فاتت خدنا introduction سريع كده قبل ما نبدأ في الكورس. الكورس بتاعنا عبارة عن ان احنا بنحل differential equations، فبالتالي يبقى عندنا طرق مختلفة لحل ال differential equations. احنا عندنا في ال first order first degree، زي ما قلنا المرة اللي فاتت first order يعني في y داش بس، اعلى order فيها y داش بس، مفيش y double داش. و first degree يعني ال y داش دي باور واحد بس. فاحنا عندنا 7 طرق مختلفه لحل الديفرنشال ايكويشن فيرست اوردر فيرست ديجري، بس هما مش 7 طرق قوي، هما يعتبر 3 طرق. كل طريقه منهم بعدها مثلا طريقه او طريقتين بترجعنا للطريقه الاساسيه الاول. فاحنا عندنا عايزين نعرف الطريقه بتاعتنا دي هي ايه. فقبل ما نوصل للمرحله اللي احنا بقى نتلخبط ما بين المساله بتاعتنا هي انهي طريقه، احنا في الاول بس هنعرف كل طريقه تتحل ازاي، وبعدها بقى هنشوف بقى هنعرف نفرق بينهم ازاي. احنا اول طريقة عندنا يعتبر مش جديدة قوي علينا، هي طريقة موجودة كنا بنحل بيها قبل كده، اللي هي السيبريشن. يعني ايه سيبريشن؟ سيبريشن يعني انا عندي واي داش وعندي اكس وعندي واي وكل حاجة، عايز اخلي الواي داش مع الواي في ناحية، وعايز اخلي الاكسات كلها في ناحية، وبعدها بعمل انتجريشن بالنسبة للواي وبعمل انتجريشن بالنسبة للاكس، وهطلع الواي فانكشن في الاكس. احنا التارجت بتاعنا اللي احنا بنجيب الواي فانكشن في الاكس. احنا عندنا احنا المساله بتاعتنا بيبقى فيها واي داش فانكشن في الواي وفانكشن في الاكس وحاجات، انا عايز الواي بس لوحدها فانكشن في الاكس بس. فاحنا الطريقه السيبريشن دي المفروض هي مش جديده علينا، هي في الاول مثلا قبل كده كنا بنقول ان الواي داش بتساوي 3 اكس. كنا ممكن بمجرد النظر كده نقول ان الواي بتاعتنا بتساوي 3 على 2 اكس سكوير بلس سي. دي يعتبر ديفرنشال ايكويشن، ودي يعتبر الحل بتاعها. طب دي ايه؟ دي يعتبر طريقه السيبريشن اللي انا فصلت ان الواي داش لوحدها والاكس لوحدها، وبعمل الانتجريشن بالنسبه للواي، بعد كده انتجريشن بالنسبه للاكس، وهجيب الفانكشن بتاعتي الواي فانكشن في الاكس. الطريقه بقى الشكل العام بتاعها الجنرال بتاعها ان انا عندي الواي داش بتساوي فانكشن في الواي مضروبه في فانكشن في الاكس، وبالتالي انا عايز الوايات لوحدها، فهقول ان الواي داش بتاعتي على الاف اوف واي بتساوي جي اوف اكس، وبعدها هعمل الجهه دي انتجريشن بالنسبه للواي والجهه دي انتجريشن بالنسبه للاكس، واطلع الواي فانكشن في الاكس بس. مثلا ناخد مثال في المحاضرة، بيقول لي ان الواي داش بتساوي 1 زائد y سكوير على 1 زائد x سكوير. الواي داش دي بتاعتي انا عارف ان هي بدي واي على دي اكس، الواي داش بدي واي على دي اكس. هخلي الوايات لوحدها وهخلي الاكسات لوحدها. يعني ايه؟ يعني الواحد زائد واي سكوير دي هجيبها تحت الدي واي، والدي اكس دي هجيبها فوق الواحد زائد اكس سكوير. فالشكل بتاعنا هيبقى ان الدي واي على 1 زائد y سكوير بتساوي دي اكس على 1 زائد x سكوير. هتعمل انتجريشن للجهتين في الحته دي. انت كده يعتبر خلصت كورس الديفرنشال ايكويشن، ان انت عملت سيبريشن للوايات وللاكسات. التكامل بقى ده بقى انت بتسترجع كل قوانين التكامل اللي انت خدتها في ثانوي واعدادي هندسه وفي ماس 1 وماس 2 وكل ده. احنا هنا لو فاكرين الفورم دي اللي هي كان فيه 1 فوق على 1 زائد y سكوير او 1 فوق على 1 زائد x سكوير، دي كانت التان انفرس، تكامل التان انفرس اللي هو تكامل الكلام ده والتان انفرس. فاحنا لو كملنا الحته دي هنلاقيها تان انفرس y، ولو كملنا الحتة دي هنلاقيها tan inverse x plus c. ده كده الحل بتاع المعادلة. راحت فين المعادلة دي؟ طب انت خلصت؟ اه خلصت، عرفت انك خلصت. انت جبت ال y function في ال x، ادي ال y اهي وادي function في ال x اهي، ما عندكش y dash، ما عندكش حاجة تانية، انت عندك y function في ال x، فانت يعتبر خلصت. القوانين بقى بتاعت التان انفرس والساين والكوزاين وكل الكلام دوت نراجع عليهم كلهم، علشان يعني التكامل ممكن يجيب اي حاجه. احنا كل الكلام دوت خدناه في ماس 2 تمام او ماس 1 يعني. عشان نفتكر حاجه الفيديو اللي فات لو انتم مش فاكرينها،
هنلاقي ان المثال مثلا واحد ناقص واي سكوير واي داش زائد واحد زائد اكس سكوير واي بتساوي صفر، وبيقول لك حل المعادلة دي لما الواي فانكشن في النص بتساوي 2. هتعمل ايه؟ نفس اللي فوق ده هو، بس الاختلاف الوحيد انك هو نفس البتاع، انك هتجيب الواي داش هتخلي الواي لوحدها شمال وهتخلي الاكسات لوحدها يمين، بعد كده تعمل انتجريشن. مش هحلها يعني، هي موجودة في البتاع. الفكرة بقى اللي انت بعد ما تطلع الجنرال سوليوشن دي هتعوض عليها بالكونديشن ده عشان تطلع البارتيكولر سوليوشن اللي قلناه في الفيديو اللي فات، لو مش فاكره ارجع له تاني. بعد ما يطلع لك الشكل ده، وليكن مثلا الشكل دوت اللي طلع مثلا 2 لين اكس واي زائد اكس سكوير ناقص واي سكوير بتساوي 2 بتساوي كونستنت، تمام. كل اللي هتعمله ايه؟ هتجيب النص ده، احنا قلنا النص ده هو الاكس، هتعوض عليه في الاكس دي، وهتجيب الاتنين دي هي الواي وتعوض عليها في الواي دي، وهتحل المعادلة الاكس والواي هيطلع لك الكونستنت. هتطلع الكونستنت وليكن مثلا بيساوي 5، هتكتب نفس المعادلة بس هتشيل الاي دي وتحط مكانها 5، بس انت كده حليت المعادلة. هو ده الفرق الوحيد يعني، وهي دي طريقة السيبريشن، ما فيهاش حاجة تانية يعني، مش جديدة قوي يعني. تاني طريقة عندنا السبستيتيوشن، دي ما هي السيباريشن، بس بنعمل تعويض صغير الأول عشان نعرف نعمل سيباريشن. الفكرة هنا إن كانت ال f of y و g of x هتعرف تعملها سيباريشن عادي، بس لو أنت عندك أصلا إن ال y dash function في جمع، يعني مثلا ال a x مثلا زائد ال b y مثلا زائد c، يعني أنت مش هتعرف تفصل ال y عن ال x، فكل الفكرة انك هتعوض بكل الفانكشن دي، هتعوض عليها مثلا بزد، وهتشيل كل حاجة ليها علاقة بالاكس والواي وتحط مكانها زد. يعني ايه؟ يعني ناخد مثال كده بسرعة عشان تفهم قصدي ايه. الواي داش مثلا بتساوي كوزين اكس بلس واي، حلو. انت هتعرف تفصل اكس عن واي؟ لا، بس ممكن تعمل حركة ان تجيب الزد دي مثلا حاجة من عندي اساويها بالاكس زائد واي دي، تمام كده. انا هيبقى عندي الكوزين بقى الكوزين اكس زائد واي بقى كوزين زد، حلو. بس الواي داش بتاعتي اسمها ايه؟ هجيبها من هنا بقى، هعمل هشتق الكلام ده، هيبقى زد داش بتساوي مشتقة الاكس دي بواحد، والواي هتبقى واي داش. الفكرة هنا علشان ناخد بالنا ان احنا الفاريبل بتاعنا الوحيد هو اكس، الواي فانكشن في الاكس، الاكس هي الاكس، الزد فانكشن في الواي اللي هي فانكشن في الاكس وفانكشن في الاكس نفسها. فكل اشتقاق انا بعمله بالنسبه للواي او بالنسبه للزد انا بعمله بالنسبه للاكس، اللي هو انا مثلا بشتق الزد فهعملها اشتقاق بالنسبه للاكس، بشتق الواي هعملها اشتقاق بالنسبه للاكس برضه. فكلمه اشتق بالنسبه للاكس دي اسمها داش، زد داش. يعني ايه زد داش؟ يعني انا بشتق بالنسبه للاكس، الاكس دي لما اشتقها بالنسبه للاكس هتطلع واحد، الواي دي لما اشتقها بالنسبه للاكس هتطلع واي داش اللي هي دي واي على دي اكس، والزد داش دي اللي هي دي زد على دي اكس. في الحته دي بس ناخد بالنا منها، بس هشيل بقى الواي داش واحط مكانها الزد داش ناقص واحد. انا كده خلصت، يعتبر خلصت. هعمل ايه بقى؟ هخلي كل الزدات في حته وكل الاكسات في حته. طب يا عم هتقولي طب فين الاكس اللي هنا؟ هقول لك موجوده في الزد دي، الزد داش دي هي الدي زد على الدي اكس، وهقول ناقص واحد بتساوي كوزين زد. طب انا عايز اصلا ارجع دي تاني، يعني انا عايز اخلي الاكسات لوحدها، فممكن اخلي الواحد دوت دي هناك، فهيبقى الدي زد على الدي اكس بتساوي كوزين زد زائد واحد. طب يا عم انا برضو عندي الاكس مع الزد وعندي الزد لوحدها، طب اعمل ايه؟ هجيب بقى دوت تحت كده وأودي الإكسات دي هناك، يعني هيبقى عندي الدي زد على الكوزين زد زائد واحد بيساوي الدي إكس. طب أنت كده خلصت، يعتبر خلصت الكورس بتاعنا. لو عملت هنا انتجريشن وعملت هنا انتجريشن هيطلع لك الزد فانكشن في الإكس. بس بعد ما تطلع الزد فانكشن في الإكس أنت ما عندكش حاجة اسمها زد في المسألة، المديج المسألة مش جايب لك حاجة اسمها زد، فأنت لازم تشيل الزد دي وتحط مكانها إيه؟ الإكس زائد واي لما تخلص المسألة. طب المسألة دي يعني التكامل ده هحله إزاي؟ التكامل دوت لو فاكرين اللي هو قانون اللي هو الزاوية في اتنين، أو اللي هو مش فاكر اسمه أوي، اللي هو عامة يعني ان عندك
ان الكوزاين زد بتاعتك بتساوي واحد ناقص كوزاين زد بتساوي، خليها التانية اللي هي اتنين كوزاين سكوير زد على الاتنين ناقص واحد. القوانين دي برضو مفروض تتحفظ عشان هتساعدنا في كل طرق التكامل. يعني هتشيل الكوزاين زد دي وتحط مكانها اتنين كوزاين سكوير زد على اتنين ناقص واحد، هتلاقي ان ناقص واحد راحت مع زائد واحد، هتبقى لك اتنين كوزاين سكوير زد على اتنين تحت. الاتنين طبعا هتطلع بره بنص عادي، يعني هيطلع لك بره في نص هنا وفي هنا، المفروض دي زد على كوزاين سكوير صح؟ الكوزاين سكوير لو طلعت فوق هتبقى سك سكوير، يعني هيبقى عندك سك سكوير زد على الاتنين دي زد. وطبعا كلنا فاكرين ان السك سكوير تكاملها هو التان، فهيبقى عندنا الكلام دوت بيساوي نص تان زد على الاتنين. بس عشان ما ننساش احنا بنقسم على المشتقة بتاعة الزاوية، هنقسم على النص اللي هي المشتقة بتاعة زد على اتنين، يعني كأننا بنضرب في اتنين. وطبعا في هنا تكامل ده اللي هو بإكس، وطبعا في هنا كونستانت ما ننساهوش. بس المسألة خلصت، المسألة خلصت، اتنين راحت مع النص، هيبقى لك التان زد على الاتنين بتساوي ال زائد سي. انت بقى الزد على الاتنين دي، الزد دي مش معروفة في المسألة بإيه، فكل اللي هتعمله هتشيل الزد دي وتحطها بالإكس زائد واي، فهيبقى الحل بتاعك تان اكس زائد واي على الاتنين بتساوي اكس بلس سي. كان يقول لك مثلا ممكن يجيب لك كونديشن هنا، مثلا يقول لك هات ان الواي دي فانكشن اتنين مثلا بتساوي نص مثلا. كل اللي هتعمله هتشيل اكس وتحط مكانها اتنين، وتشيل واي وتحط مكانها نص، وتجيب السي. بعد ما تجيب السي هتكتب الشكل دوت تاني، بس هتشيل السي وتحط مكانها اللي انت جبتها اللي هي بالكونديشن بتاعتك. يبقى دلوقتي احنا خدنا السيبريشن وخدنا السبستيتيوشن. السيبريشن بيبقى عندي فانكشن في واي مضروبه في اكس مثلا، او عامه انت هتعرف تقسم الواي لوحدها والاكس لوحدها. فكل اللي انت هتعمله هتشيل الواي، هتعمل تكامل الواي لوحده، هتعمل تكامل الاكس لوحده، وتطلع لك واي فانكشن في الاكس. السبستيتيوشن ما هي الا سيبريشن، بس ان خطوه يعني زياده، بس انك هتشيل اللي انت مش عارف تعمله سيبريشن وتحطه مكانه زد، وراح تروح شايل كل الاكس والواي اللي في المساله وتحط مكانها الزد دي. بس في حاجة بسيطة اللي هي ايه، اللي هي لازم المسألة كلها تكون فانكشن معينة. يعني ايه؟ يعني انت مثلا ممكن يقول لك مثلا 2x زائد y e باور 2x زائد y، دي ممكن تعملها substitution، تشيل ال 2x زائد y دي كلها وتحط مكانها زد، فالمسألة هتبقى عندك z e باور z، وتشتغل بقى براحتك. بس لو انت عندك مثلا 2x زائد y في e باور 2x ناقص y، دي ما ينفعش تعمل لها substitution. ليه؟ لو انت شلت ال 2x زائد y دي حطيتها ب z، طب دي انت ما عندكش، يعني انت هتعمل لها تحطها ب u مثلا، طب انت كده ما عملتش حاجه، انت شلت متغيرين حطيت مكانهم متغيرين تانيين ولا عملت اي حاجه. فالفكره انك لو عندك function في x و y لازم تكون متوحده او موجوده في المساله بتاعتك كلها. يعني مثلا 2x زائد y المفروض تكون موجودة في كله مع بعضها كده، على بعضها لوكش على بعضها كده، بتشيلها وتحط مكانها زد بس. فدي فكرة انك يعني لازم تعوض والفانكشن بتاعتك موجودة في المسألة كلها، تمام؟ ودي هنشوفها في الطريقة اللي بعدها الهوموجينيوس، هنعرف ايه هي الهوموجينيوس. طريقة الهوموجينيوس او المعدات الهوموجينيوس دي ما هي الا سبستيتيوشن برضو، ومن سبستيتيوشن هنعمل نفس الخطوات اللي فاتت. بس الفرق الوحيد اللي انت في الهوموجينيوس انت عندك حاجة معينة اللي انت هتعوض عليها، حاجة ثابتة لو موجودة هتعوض عليها، لو مش موجودة هتشوف طريقة تانية، تمام؟ الشكل بتاعها بيبقى واي داش بتساوي فانكشن في ايه؟ في الواي على الاكس. يعني ايه فانكشن في الواي على الاكس؟ يعني كل متغير او كل مكان موجود فيه واي على الاكس هيبقى بالشكل ده بس. يعني ما ينفعش مثلا ان الواي داش بتاعتك تساوي مثلا واحد زائد اكس ناقص واي على الاكس. هتقول لي في واي على الاكس، بس هقول لك ان في اكس لوحدها ما ينفعش هوموجينيس. الفكره انك بتشيل واي على الاكس وتحط مكانها متغير تاني وليكن اسمه في، وتشتق بالنسبه للفي، تمام؟ مثال انت عندك اكس، مثال للشكل دوت ان يبقى مثلا احنا قلنا لازم يكون فانكشن في الواي، فانكشن في الواي على الاكس، تمام؟ تمام. ناخد مثال اكس زائد واي داش بتساوي اكس سكوير زائد واي سكوير.
الفكرة انك تبقى فاهم الفكرة انك تبقى عارف ان دي تنفع هوموجينيوس ولا لأ. ازاي بقى؟ الهوموجينيوس يعني الاكس والواي بتاعتك من نفس الديجري، يعني ليها نفس الباور. يعني ايه ليها نفس الباور؟ يعني لو الاكس لوحدها سكوير يبقى لازم الواي لوحدها تبقى سكوير، ولو عندك اكس لوحدها او الواي لوحدها باور 1 يبقى الاتنين مضروبين في بعض. يعني التوتال بتاع الضرب او بتاع المعادلة عندك يبقى فيها سكوير، يبقى فيها ثابت. يعني مثلا باور 3 باور 4 يبقى ثابت. يعني هنا مثلا دي هوموجينيوس. ازاي؟ انت عندك الاكس دي مرفوعة لباور 2 وعندك الواي دي مرفوعة لباور 2، طب انت عندك هنا واي لوحدها واكس لوحدها، بس لو ضربت الاكس دي جوه هتلاقي ان الاكس دي بقت اكس سكوير والواي دي بقت اكس واي. اكس واي دي كانها اكس سكوير واي سكوير، اللي هي حاجتين مضروبين في بعض. فانت يعني عندك حاجه شبه، يعني عندك كله شبه بعض. يعني لو اكس سكوير يبقى في عندك واي سكوير مثلا، يبقى عندك اكس واي مثلا. لو انت عندك مثلا اكس كيوب مثلا هي اللي عندك، فيبقى يبقى لازم يكون عندك واي كيوب. لو مش موجوده مثلا هتلاقي عندك مثلا اكس سكوير واي او واي سكوير اكس. التوتال بتاع الضرب كله يبقى باور ثابت، ده يبقى هوموجينيوس. طب دي نحلها ازاي؟ مثلا نفس الكلام، ان الدرجة بتاعي نخليها واي على اكس. لو انا خليت الواي داش لوحدها ورحت قاسم اكس سكوير زائد واي سكوير على دوت، لو ضربت مثلا اكس جوه فهتبقى اكس سكوير زائد اكس واي. هتقولي لسه مش فانكشن في الواي على الاكس، بس انت لو قسمت على اكس سكوير هيطلع لك ايه؟ اكس سكوير على اكس سكوير فوق وتحت. يعني اكس سكوير هنا هيبقى بواحد زائد واي سكوير او واي على الاكس والكل سكوير، على لو قسمت على الاكس سكوير هتبقى بواحد، لو قسمت على اكس سكوير هنا فهيبقى واي على الاكس. دي فانكشن فوق على الاكس؟ اه فانكشن فوق على الاكس. عرفت منين؟ ان كل الوايات والاكسات اللي عندك عامله شكل الواي على الاكس. هنا بقى بنشيل الواي على الاكس دي ونحط مكانها في، الفي بتاعتي بتساوي واي على اكس. طب السبستيتيوشن دوت ثابت ولا هيتغير؟ لا هو ثابت، ما انت خلاص انت كده كده عارف ان التعويض بتاعك هيبقى واي على اكس، فخلاص انت كل الخطوات اللي بعد كده هتبقى ثابته. عايز تجيب يعني خلاص هتشيل الواي على اكس وتحط مكانها في. طب اشيل الواي ده احط مكانها ايه؟ لو اشتقنا دي اسهل، فهنقول ان الواي بتاعتي بتساوي في اكس، ومنها هقول ان الواي داش بتاعتي بتساوي المشتقه دي بالنسبه للاكس. زي ما قلنا اي تعويض احنا بنشتق بالنسبه للاكس، فعشان نشتق الاتنين دي احنا قلنا الفي دي فانكشن في الاكس والاكس هي نفسها، فدي يعتبر حاصل ضرب دالتين. هتبقى مشتقه الاولى في الثانيه اللي هي في داش في الاكس زائد الاولى بتنزل في مشتقه الثانيه اللي هي واحد. دوت ثابت ودوت ثابت، لو عايز تحفظه احفظه، بس عشان تعمل مش هتيجي غير كده، اللي هو خلاص انت خطوتين هتعملها، يعني الخطوات دي هتعملها في نفس البتاع نفس التعويض. فهتلاقي نفسك ان الواي داش دي بقت في داش اكس زائد في بتساوي واحد زائد الواي على الاكس الكل سكوير اللي هي في سكوير على واحد زائد في واحد زائد في. يعتبر خلصت المسألة اللي هي اسمها هوموجينيوس، يعتبر انت خلصتها. بعد كده بقى شوية تركات كده، مثلا تخلي الفيات لوحدها والاكسات لوحدها. هنا احنا ممكن نعمل ايه؟ مثلا نودي الفي دي هناك، هنلاقي ان الفي داش دي هي الدي في على الدي اكس مضروبة في الاكس بتاعتي بتساوي واحد زائد في سكوير على واحد زائد في ناقص الفي دي. تمام؟ ممكن نوحد المقامات على واحد زائد في. ازاي؟ بدل ما تعمل طرفين في وسطين، فانت عندك انت عارف ان الواحد زائد في دي انت عايز تظهر هنا، فتظهر هنا ازاي؟ اضرب فوق في واحد زائد في واقسم على واحد زائد في، فهيطلع لك واحد زائد في سكوير على واحد زائد في ناقص الفي دي، اضربها فوق في واحد زائد في واقسمها تحت في واحد زائد في، هتلاقي ديت بقت دي ودي هنا فناقص، هتلاقي الشكل بتاعك بقى واحد زائد في سكوير ناقص الفي ناقص الفي سكوير على السابق اللي هو دوت واحد زائد في. هتلاقي ان الفي سكوير راحت مع السالب في سكوير، هيتبقى لك فوق واحد ناقص في على واحد زائد في. الكلام ده عشان ما ننساش بيساوي ايه هنا؟ بيساوي الدي في على الدي اكس في الاكس. فانت كل اللي هتعمله هتعمل ايه بقى؟ الدي في دي هتسيبها زي ما هي مثلا، وهتضرب في الكلام ده اللي هي هتبقى واحد زائد في وتحت هيبقى واحد ناقص في. ليه؟ انا جبت الاتنين دول كده وديتهم الناحية التانية، فاللي تحت بقى فوق واللي فوق بقى تحت، والناحية التانية الاكس دي هتروح هناك تحت
ودي اكس تحت هتبقى فوق هناك دي اكس. التكامل بتاع دوت معروف بالان اكس، التكامل بتاع دوت مش معروف، فهعمل حتة ان هزود واحد ونقص واحد، او تعمل اسم مطولة. لو انت عارفها يبقى قشطة عظيم، لو مش عارفها فممكن برضو هنا تركاية هتعمل ايه عشان تخلي دوت شبه اللي فوق. فممكن تضرب فوق في سالب، وبعد ما تضرب في سالب تضرب بره في سالب، بعد ما تضرب بره في سالب هتزود واحد ناقص واحد. ازاي؟ هتبقى مثلا هيبقى سالب بره انتجريشن، الواحد زائد في دي هتبقى ايه؟ هتبقى سالب واحد سالب في، صح؟ صح، في واحد ناقص في تحت. انت كده لسه مغيرتش اي حاجة، بس مش هتعرف تطير حاجتين فوق بعض. لو انت عارف اسم المطولة خلاص يبقى الحاجات دي فاكس، ملهاش دعم ملهاش لازمة، بس عشان ما لو مش عارفها فممكن هنا بقى تزود واحد تنقص واحد، تزود واحد وتنقص واحد. انت عملت حاجة؟ لا لسه برضه، يعني انت ما غيرتش حاجة في المسألة. الحتة دي بقى ليه؟ لو انت خدت دي على بعضها كده، سالب بي زائد واحد اهي، سالب في زائد واحد، تمام؟ هتلاقيهم هما اتنين بيطيروا بعض. لو انت عملت يعني قسمت اللي فوق على اللي تحت، هتلاقي السالب بره زي ما هو، السالب في زائد واحد على واحد ناقص في هيطلع لك واحد. حلو حلو، هيطلع لك هنا سالب واحد وسالب واحد بسالب اتنين، سالب اتنين على واحد ناقص في دي في. اهي بقت اسهل، اهي التكامل بتاع واحد ده في، التكامل بتاع الاتنين على واحد ناقص في، المشتقة اللي تحت هي سالب واحد علشان انت بتكامل بالنسبة للفي، فمشتقة السالب في بسالب واحد. انت عندك السالب اهو وعندك الاتنين هنا، فهيبقى عندك زائد اتنين لن واحد ناقص في، والكلام ده هو كله في سالب بره اللي هو ده عشان ما تنساهوش، بيساوي ايه؟ بيساوي لن اكس زائد سي. بس مسألة يعتبر خلصت، هقول لك يعتبر خلصت، بس اخر خطوة عشان ما تنساهاش، هي خطوة بسيطة، اللي هو انت هتعمل ايه؟ هتشيل ال v وتحط مكانها y على ال x بس، وتكون كده يعتبر خلصت. هتشيل ال v وتحط مكانها y على x، في هنا سالب، سالب 2 لن 1 ناقص y على x بتساوي لن x زائد c. يبقى كده طريقة الهوموجينيوس خلصت. الفكرة اللي احنا لازم يظهر عندنا y على ال x، الواي داش كلها فانكشن واي على اكس بس، ما ينفعش اكس لوحدها او واي لوحدها، لازم كلها على بعضها. ما دام في واي او اكس يبقى على الصوره واي على اكس، تمام؟ وتعوض بالتعويض بتاع الفي دوت، وتعمل ديريفاتيف عشان تشيل الواي داش وتحط مكانها الفي داش. بس، ونفس الخطوات دي في اي مساله تانية. احنا قلنا في اول الفيديو اللي هو انت مهتم انك تعرف كل طريقه بتتحل ازاي. بعد ما تخلص السبع طرق، بعد ما تخلص كل الكلام دوت، كتر الحل بقى هيعرفك امتى تستخدم دوت، امتى تستخدم دوت، وهكذا. وان شاء الله يعني يكون سهل. بس ونكمل الفيديو الجاي.